ناخد تليفون تاني. ده طيب قول انت. الو 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 زيان. ايوه ازيك يا عمر؟ رموز حبيبي. انت النهارده كل اصحابك عاملين لك مفاجآت. رموز ازيك يا رامي؟ عامل ايه؟ طبعا معانا الفنان الجميل رامي وحيد. رامي انت يعني مكسر الدنيا على طول يا رامي. ربنا يخليك. كان معاكوا حد بيتكلم من شويه، يا ريت ما تصدقوش ولا كلمه، استاذ عمرو عبد العزيز. يعني هيطلع اسمه اصلا مش عمرو عبد العزيز. لا ده حبيبي وجيهان طبعا، عشرة سنين وعشرة يعني ورشة يعني اتعلمنا فيها، وكل أنواع الفن وألوان الفن، وهي أكيد اتكلمت في الموضوع ده. كان هو الكابتن بتاعي. عشرة البدايات بقى، عشرة أحلى أيام. ناس جميلة وكلهم دلوقتي ما شاء الله عليهم نجوم جامدين جدا، و انتي معاكي اطيب خلق الله. يعني جيهان من انظف الناس اللي الواحد. انا شايفه ان كله ما شاء الله عمال يقول ان انت طيبه، يعني انت طيبه بس بقى هيقول لك تاني بقى هيجي في الاخر يقول لك بس بعيد عن الجنونه بتاعتك. المجنونه هي فعلا الهبه ما بتيجي ولا ايه؟ والله الناس الطيبين دايما هم اللي ما بيحبوش الحال المايل يعني. ده حقيقي. فاكيد لما قدامها اي حاجه هتعبر يعني. ما فيهاش جيهان، ما عندهاش اللقم بتاع الناس اللي بتبقى جواها حاجة تخفي حاجة وتبطن حاجة تانية. بالعكس، اللي في قلبها على لسانها وشخصية طيبة وجميلة، وبتمنى لها كل خير. وما شاء الله السنة دي عاملة حاجات حلوة قوي مع الزعيم وفي كلبش، وما شاء الله في حاجات كتير. يعني أنا مش عايز أقول يعني ما شاء الله بيومي فؤاد الستات، يعني ما شاء الله جيهان ربنا يكرمها. بركاتك يا بيومي، بركاتك يا نفسي. طب رامي قول لي أنت إيه الجديد عندك؟ كل خير ان شاء الله، يعني ربنا سهل. بس لسه يعني مش كلام كتير اللي عارفه بعد ما الموسم يخلص، بس يعني ربنا سهل. انت في الساحل ولا ايه يا رام؟ انت في الساحل؟ ها؟ في هوا صح؟ انت مش سامعني. انت في الساحل بقول لك؟ ايوه في الساحل صح، سامع صوت الهوا. والله سامع صوت الهوا، يا بختك يا رام. الله يسترك انت خليتي كل حاجه مش عارف. احنا هنا عندنا اقوى جهاز مخابرات الحقيقه يعني. لا خالص والله، يعني انا مبسوط اني بتكلم معاكم جدا، واحنا كمان يا رامي بجد مبسوطين، ويعني نفسنا ان شاء الله برضو تنور استوديو عسل ابيض في انتظارك ان شاء الله. بشكرك رامي الفنان الجميل الخلوق رامي وحيد.